لأن نحن ونحن نتابع طريقنا بعد ما توجد جولنا شوية في الطبيعة. من خلال هذه الجولة هذه دائما كتطيح أفكار، دائما واحد كيشوف أشياء جديدة بالحياة ديالو، لأن الطبيعة كتوحي لك أشياء كثيرة، كتوريك أمور اللي أنت غمض عينك عليها. لذلك هذا هو المكان المريح، المكان اللي كي يسمح لك توسع أفكارك وتخرج لك شيء عقلك، خصوصا أنك تتأمل كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا. غادي نتأمل غير في نفوسنا غادي نشوفوا عجائب كثيرة ما نقدرش نفهموها. هذاك الشيء اللي كاين في الداخل الجسم ديالنا يعني شيء غريب، من احسن ما تشوفوش، لان هناك اشياء كثيره، مواد كثيره، كل حاجه يعني نصيبها على من اجل وظيفه، كل يعني الخلايا اللي فينا والعضلات كل ما هو موجود في الجسد الانسان الا وقت تأدي واجب من الواجبات ديالو، من أجل باش الإنسان يتحرك، باش الإنسان يتمشى، باش الإنسان يعني يقوم بشي حركات، من أجل فقط باش يقوم بحركة يهز غير يديه هكا يحركها، الأجهزة ديالو كلها كتخدم، بما فيه العقل، القلب، شريان ديال الدم، عضلات، كل شيء كيخدم. فقط من أجل حركة واحدة، حتى غير مشط العين من كتغمض عينك غير شوية طم كيخدم فيها الجسد كامل، كل شيء يخدم من أجل عمل واحد. وشوف سبحان الله العظيم الإنسان شحال يقدر يعني قدم من الحركات، شحال من حركة يقدر يخدمها الآن شيء غريب. أجل الطبيعة كتشوفها قدامك وكتحس بها ما الجسم ديالك الجسد ديالك يعني في أشياء غريبة لا يعقل أنك تفهم هذا الشيء اللي كاين فيك داخل. ولذلك ربي تعالى ساتره وجمعه مغطيه بهذا المواد اللي صنعها ربي تعالى، اللحم، الجلد الى غير ذلك. فما علينا الا نقول سبحان الله العظيم، يعني اشياء تحير العقل ما يمكنناش نفهموها بمجرد ببساطة، لولا قدرة الله تي أمرنا باش نفهمو باش نعرفو باش نحسو بالقدرة ديالو، عطانا وسيلة أخرى سهلة وهي الطبيعة. لا حنا غنمشيو للأمور المعقدة والصعيبة اللي ما نقدرش نفهموها، فهو توجهنا نمشيو للطبيعة ونشوفوها، لأن هي راه كتكلم على المجد ديال الله سبحانه وتعالى، هي بوحدها كتوصف القدرات ديال الإله الخالق هذا الكون هذا. سبحانك يا رب سبحانك، أرض الله واسعة، اللي كيبغي يقلب على الزحام ويقلب على المشاكل يعني يتحرك شي شوية، خرج من داك الضيق اللي عايش فيه وداك داك الوسط ديال المدينة اللي المدينة معمولة غير حاجة وحدة، غير باش تشري الماكلة ديالك وتقضاو تدخل القفص الدار ديالك، واللي عنده شي عام راه كيخدم
ومن بعد جيت ضربة من عشرة في دارك. اش علاش معمولة الدار؟ ما تبغي تتمتع، بغيتي تستريح، احسن حاجة هي انك تخرج للطبيعة، توجه للطبيعة اللي هي مهمة بزاف. خلقها لك الله سبحانه وتعالى مجانا، يعني ما غادي تخسر عليها والو. أحد الله رزقك واحد الشبه ديال الصحة، تقدر تمشى خسر عليها شي شوية من الوقت ديالك، وهاد الخسارة ما غادي يمشيش باطل، غادي تخلص فيه أنك غادي تمتع بخيرات الله سبحانه وتعالى، الطبيعة الجميلة. تلاحظوا أن الطرقات موجودة هنا في إسبانيا، الفرصة ديالهم في الطرقات هائلة، يعني عندهم ذكاء اختراع ديال الطرقات والقنطرات، ويعني من ضمن الدول اللي اختص في هادشي ديال الطرقات. لأن الرحلة ديالنا مستمرة، غنمشي واحد المكان هنا تا هو الويون، عبارة عن تا هو عن يعني بنية قديمة جدا، فيها بحيرة صغيرة، غادي نحاولو نقربو ليها ونشوفو واش غتعطينا من المناظر الخلابة اللي فيها. كما تشوفوا الوادي، وادي ريبوي، و طويل بزاف، يعني المنبع ديالو كيجي من الجبال، يعني هناك مسافات طويلة تقطع هذا الواد هذا، تعمر غير في الأوقات اللي كتكون الشتاء والأمطار كثيرة. إذا غادي نتوجهوا لهذا المكان اللي حنا قاصدين، غنشوفو من بعد شنو غادي غنشوفو به. ريستورانت مطعم كانيس كايولا، من خلال الطريقة دي غادي نستغلوها باش نمشيو المكان اللي أنا غادي له، واحد البحيرة صغيرة، حاولوا اكتشفوا شي منظر جديد في الطبيعة. هذه كلها طبيعة، كلها طبيعة، كلها يعني هاكوا. هذا هو الجميل في هذه المدن اللي في هذه المنطقة، أنها لا تخلو من الأشجار ومن الغابات، كلها دايرة بالشجر في الطبيعة، الشيء الذي يخليك دائما تكون نشيط وحيوي. مزيان هكا، حتى داك الدخان وداك التلوث ديال السيارات ما تبقاش، ما كتحسش به، لأن الأشجار كتزولو، كتعطيك في بلاصتو الأكسجين النقي. هذا هو الدور الكبير اللي كيلعبوه الأشجار، الطبيعة الجميلة. هذا هو المطعم ديال كانيس كايولا، كيجي في الطبيعة، يعني الناس كتجي هنا غالبا كيجيو صحاب السيارات، لأن يعني شوية مكان بعيد. أنا مكان على عبارة عن منزه، يعني مطعم تقدر تاكل هنا، تقدر تهز هنا، شيء جميل. هذه هي الطريق اللي مؤدية لديك الواحة الضاية اللي حنا غادي نمشيو لها إن شاء الله بحول الله، وإن كان باقي شوية ديال الطريق ممكنناش نشدو الطريق كامل، وإلا غدي عليا شي جيل.
نحاول فقط ناخذ جميع اللقطات المهمه من خلال الطريق اللي انا شدها، لانني مازال خصني نحافظ على التسجيل باش نتمكنوا من نقل المشاهد الطبيعيه اللي مازال باقي قدامنا ان شاء الله. إذن احنا في اتجاه لهذا المكان اللي غنمشيو له، هي عبارة عن ضايعة صغيرة فيها مفر على المياهات، غادي نشوفوها ان شاء الله قريب، ندوزو على الطريق اللي باقية. لأن المتعة هي في المشي، داك المكان اللي كتكون قاصدو فاللي كتستافد منه هو داك المسافة اللي كتفصلك ما بين الهدف اللي انت غادي له من الانطلاقة ديالك، يعني الانطلاقة ديال الدار اللي كتخرج منها إلى أن تروح توصل للمكان اللي كتقصدو. هذيك من خلال داك الفترة خاصك تتمتع بها، خاصك تستافد منها بالمشي. بحال ملي كتبغي تسافر من سلال المكناس مثلا عبر القطار، فهذيك الفترة ديال اللي كتفصل ما بين سلا ومكناس مثلا راه فيها تمتع كبير، يعني كتمتع داك خلال داك المناظر اللي كتشوفها من نافذة القطار مثلا، شيء جميل جدا. من هنا سافد جعل الرحله ديك تكون كامله، ماشي غير الهدف ديالك هو الوصول فقط، لا حتى ديك قبل ما توصل وانت غادي في داك الطريق وانت كتشوف وكتمتع بالخيرات اللي عطى الله، يعني اللي كتجيك في الطريق كتجيك في الوسط. هاي من هنا كتبان، من هنا بعيد انا نشوفوا واش قربوها شي شويه. نكملوا الطريق هنا، من الاحسن نقربوا لها باش نعيشوها عن قرب. المكان كان يعني خاص ب عائله تعطى الفلاحه، وتما فيها المقر ديال السكنه ديالها، يعني العيش ديالهم هو عن طريق الزراعة والفلاحة والمواشي، بما أن كل شيء متوفر هنا، المياه والغابات ويعني وجود الخير الله هنايا، فقط خص الإنسان يخدم شوية ديال يديه وعقله. كل شيء مزارع، يعني كل شيء قمح وزرع ترا، الشيء اللي كيصلح لهاد الفضاءات كلها مستغله بزراعه القمح، لانه يعني وخصوصا انه كيوجه هذا الشيء المعمول يعني للدواب ديالهم، الغنم البقر الماشية، هذا الشيء كله الغرض منه هو انهم يهيئوا الطعام للمواشي ديالهم. زال واحد شوية ونوصلو لذاك المكان إن شاء الله. أنا بما أنه كيبان من هنا غادي نحاولو كيفاش نطلقو جنينة ونزيدو في السرعة باش الواحد، هو الحال زوين يعني سخون معليش
شي ماشي شي حراره كبيره، ولكن النهار مشمس كيسمح لك انك تمشى، كان مزيان هكا تتعرق يخرج منك داك التخت ديال الفتات. مزيان هكا، هذه فكره يعني كانك كتقذف عصفورين بحجره واحده، تشم الهواء النقي، تمتع بالشمس ديال الله، وفي نفس الوقت كتمتع عويناتك بهاد الطبيعة الجميلة. الناس كانوا ما تيجيو بالسيارات ديالهم، يعني ما يبان انك الطريق مسموح لهم، تتوصلوا حتى داك المكان ديال لان دابا غادي له، يعني كل واحد وشنو كيستعمل، كيستعمل الدراجة النارية والهوائية ولا المشي على الأقدام اللي هي أرخص أبسط وأرخص وسيلة. يعني طاكسي بوكادا وأفضل شيء، كيخدم الذات والجسد، يعني المشي شيء مهم بزاف، خصوصا كنت غادي في وسط الطبيعة، يعني كتزيد منفعة أكثر، تستنفع أكثر من ما أنت غادي في السيارة. السيارة غير معمولة مثلا المسافات البعيدة، بحال من السفر من بين المدن و يعني المسافة الطويلة الطويلة، ولكن بحال هنا غير تدخل الطبيعة بالأحسن تمشي لها على رجليك، لأن باش تكمل المتعة ديالك هي أنك تمشي على رجليك تمتع ويناتك بالمناظر الخلابة، شيء جميل. هذا هو المهم. أنا كنشوفو بأن هنا هيوا مولد ديال مولي برماي، هي المكان اللي غادي نمشيو له إن شاء الله. ما قلت عبارة عن مزرعة كانوا يمشيوها بعد العائلات، عائلة فلاحية، وبقات هكاك يعني تاريخية. شيء جميل جدا. في الحقيقة الحرارة بدات شوية كترتفع مع المشي، كتحس بأن الجسد ديالك كترتفع فيه الحرارة، ولكن هي حرارة يعني متقبلة، يعني نقدروا نصبروا عليها، ماشي ديك الحرارة المفرطة يعني اللي كتسحب بنادم وكتعطشو. حنا قررنا إن شاء الله نوصلوا لهذيك المكان، خصنا غير واحد الدويرة من هنا وحنا وصلنا. كما كتشوفوا كلها مزارع خضراء، يعني ما تشبعش من النظرات ديالها، يعني كل مناطق هكا. هنا يعني الزرع بدا تياخذ اللون ديالو الاصفر، دليل على انه ولا تيبس وقريب يحصدوه. حنا راه قريبا ندخلو الصيف، قريبا مبقى شي بزاف، واحد 10 ايام هكاك ولا اقل من 10 ايام، اسبوع تقريبا باش ندخلو فصل الصيف ان شاء الله، اللي غادي نشوفو فيه تاني ملامح اخرى، مظاهر اخرى. الطبيعة كتغير، تاهي كتبدل الهدوم ديالها، كتبقاش لابسة نفس اللباس السنة كاملة، راه عندها 4 ديال التبديلات، كتبدل 4 الخطرات الحوايج ديالها، في الصيف، الخريف، الشتاء، والربيع، عندها 4 ديال الأنواع ديال الهدوم، وكل لباس كيمثل الصيف، فصل من الفصول ديال السنة. هذا هو المكان اللي حنا قاصدينو، مكان مسدود.
يعني عبارة على مزرعة. للآن كنظن ما كاين حتى واحد، فقط حنا غادي نشوفوا الجانب ديال الطبيعي اللي دايره به، هذا هو اللي كيهمنا. كان هادي كتسمع فيه غير الطيور كتغني صافي لا غير، تحس غير مع الطيور انك مرافق بها، انك ما تحتاج تجيب معك لا الراديو ولا تخدم موسيقى ولا اي حاجه، كل شيء طبيعي. الموسيقى من ديال الله، الطيور سخرها الله باش تقدم لك الالحان والله. اسمع اسمع شيء جميل جدا والله العظيم، يعني ما تصحاش تشبعش من هذا. على ما يبدو اننا قربنا شويه للبلاصه اللي حنا قاصدينها، الطايه اللي قلت لكم عليها غادي تكون هنا قريبه ان شاء الله. يعني كانت الضايه ماشي كبيره بزاف، انما يعني داك المياه اللي كتجي من بسبب الواد ديال الريبوي كتجمع فيه داك الماء تما وتبقى طول السنه. يعني هو من قبل يعني كان الناس كيستغلوه من اجل السقي باش يسقيو باش هادي، لكن الان من الناس ما بقاش كتعطى الفلاحه كثير، يعني اغلبيتهم تيبغيو يدخلوا للمدينه وتيسمحوا في هادشي ديال المزارع ديالهم. اوكي اذا غنشوفهم يحاولوا كيفاش قربوا وان كان شويه ديال العقبه. نحاول نقربوا من المكان لان كاين بزاف ديال الربيع متيخليناش نشوفوا الطريق بوضوح. نحاول نقربوا ان شاء الله. ما تنساش بان راه كاين حتى النحل هنا، ما خصناش نديرونجيوه. هي هادي هادي البلاصه اللي كاين اللي ضربنا عليها كيلومترات ضايع. غادي نحاولو كيفاش نشوفوها من جهة أخرى، لأن يعني هناك مغطيها الربيع. هذا طابلو ديال الإرشادات على الشيء اللي كاين هنا كما كتلاحظوا. هاي هي هذه، هذه هي الطاية اللي حنا كان حنا قريبين منها، بعيد كتبان مزيان. ايوا مولز دال مولي بيرمي بربرا دال فاييس، ندخلو لهاد بحال مكان الاستراحة إلا بغيت تجلس هنا. وفي نفس الوقت تلقى النظرة على الطايح اللي هداك. كان هادي بارد يعني مزيان الظل، عدبا سخنا شوية الحرارة، الشمس طلعت شوية جهدات. إذا غادي نمشيو نشوفو أشياء أخرى تتعلق بالمياه. طول السنة وياكم ما عمرها كتنشف، ديما الما فيها.
نفس الوقت كتفرق المياه، كتوزع المياه، السقي ديال هاد الزراعة كلها، هاد الأراضي اللي هنايا الآن مبقاش يخدموها بزاف، يالا كي تكتفيو بزراعة القمح ولا الزراعة يعني لأجل المواشي، لأنه يعني أمر سهل، كيزرعو مرة وتنساو حتى تكبر وكيجيو يحصدوه كما كتشوفوا بأنه محصود، وكيخليوه شوي واحد الوقت اللي باش ينشف ويبس ويديروه في البلاط ويدوه يخزنوه عندهم في محلات خاصة بهادشي لأجل المواشي ديالهم، وهكا كيكون عندهم يعني الماكلة التغذية ديال المواشي طول السنة. غادي دابا واحد اتجاه اخر يتعلق مثلا بواحد من بعد الماء كيخرج الماء، اذا مستمرين دائما في المشي ديالنا، غادي نشوفوا تساقط المياه من واحد عباره عن شلال صغير لكن يعني ماشي كبير، شيء طبيعي يعني مصنوع مفبرك من طريق الفلاح، الفلاح اللي هنايا شي حاجه، المنظر هائل جميل. ما واحد طلعه عباره عن دروج، غادي نشوفوا شنو كاين مول هادشي. كنشوفو بأن ملي كيخرج الماء ماشي هو المصدر ديال يعني ماشي المنبع الحقيقي، إنما غير جايبونو على طريق هاد الساقية هادي اللي فانينها باش يصب الماء في هاد النقطة هادي. جميل جدا المياه عذبة يعني نقية، كانك تدوش بها كاع وتشربها. دعونا نسمعوا لهذا صوت المياه، قرير المياه، مازال تنعقل شوية على الصراط، تمرت سنين لكن الحمد لله الذاكره ما تدخلش، مازال باقي حافظين الدروس ديالنا ايام ابتدائيه ثانويه وسير وسير المياه تخرخر والعصافير تزقزق. ايه ايام الدراسه، ايام الدراسه. دابا المكان بحال عبارة أصبح عبارة على فيرما، يعني فين تيربيو فيه المواشي ديالهم، أغلبية تيكونو الحلوف، يعني تيربيو الحلوف بزاف على هاد المنطقة هادي، كتستهلك اللحوم ديال الحلوف أكثر، كل واحد وعادته وقاعدته يعني، هنا ربي منبهنا من هاد الأمور هادي، ولكن في الوقت اللي يكون احتياج ملي تجيك الجوع راه ما كتبقى تعرف لا الحلال ولا الحرام، فقط اللي غادي يشبع الكرش ديالك، هادشي اللي كيوقع في الحياة، الانسان تيبقى يحرم شحال من حاجة وراه في حاجة إليها، علاش؟ لأن شبعان وواكل وموجود، حتى لا بغا يشري غير الحولي تيقولك ما خصوش يكون فيه العيب، ما يكونش عور، ما يكونش عرج، ما يكونش يعني الناس باش تعرف الشبعة اللي كاينة فيها كتبقى تختار، بحال ما كاينش كيطلع لواحد
الطوبيس تلقى خاوي تبقى يختار الجلاس فين غادي يجلس، هذه هذا المقعد ما عجبوش، ولكن الا طلع له لقاه عامر يجلس حتى على الارض ولا يبقى واقف. هذا هو المشكل، الانسان ملي كتعطيه الاختيار كيبقى يتشرط ويبقى ايوا شوف الحمد لله على خير في كنشوفو منظر عام يعني في المنطقة اللي حنا سنا فيها على البعيد. هذه هو الحجم ديالها، وهذه الصورة الكاملة، هي عبارة عن فيرما قديمة يعني كانت تستعملوها الفلاحين القدام. هاد المزارع لكن كيبان عليها أنها أصبحت مهاجرة، يعني ما الناس دخلوا بحالاتهم للمدينة شبعوا من الطبيعة يجربوا حظهم في المدينة. هكا هي الحياة، يا أرض الله واسعة، يا من شي حاجة اللي في المدينة، يا من المدينة يدخل يمشي للطبيعة يمشي للعروبية، واللي في العروبية وعيا من الطبيعة يمشي للتحركات والمشاكل وداكشي اللي بغاه، كلشي موجود. خص الإنسان غير خص الإنسان غير يتحرك، غير يتحرك من غير ما يبقاش جالس في بلاصة واحدة. أرض الله واسعة، هذا هو المهم فيها، والإنسان يتحرك.
ويتمتع بخيرات الله. احنا مازال مواكبين على المسيره ديالنا، نمشي ديالنا في الطبيعه، وحنا غاديين كنكتشفوا شيء بشيء. قنطره صغيره الحين باش نقطعو واحد الواد صغير حتى هو، كلشي صغير. هي مصدر العيش، مصدر الحياة، مصدر ديال كلشي، الطبيعة ديال من غيرها ما كاين حتى شي حاجة. الآن نحن صباح كلها عقبة طالعين فيها باش نرجع لبلادنا. لا يمكن للسيارات يجيو تاهما لهنايا، عندهم الطريق ديالهم الخاصة، كما صحاب الرجلين تاهما عندهم الطريق ديالهم الخاصة، يعني شي ما تضايق شي، كل واحد يشد طريقو. هذا هو النظام اللي كاين في الحياة، لك طريق ولي طريق، لك نظرية ولي نظرية، وكل واحد حر في النظرية ديالو. هذا هو اللي فيها أننا من جملة الطبيعة، والطبيعة خلقها الله لجميع البشر، منحها لكل البشر كيف ما كان النوع ديالو. كلشي في كل بلاصة، نتايا عندك فين تجلس، ربما غادي ندوز من هنايا باش نختصر شوية الطريق، إلا واخا شوية واخا كاين هنا طلعة عقبة، حنا غادي نشوفو واش حمار الشيخ غيوقف في العقبة ولا لا. شوفو هاد الموتور اللي عندنا واش كده غادي يقدر يتجاوز هاد العقبة. أنا شوية صعيبة بعد العاية والمسافة الطويلة اللي ضربت، زيد عليها هاد العقبة هادي صافي. ومع ذلك الحمد لله غادي نوصلو بإذن الله، لازم نكملوها. أوه هي واقفة عقبة، واش من عقبة 90 درجة. هانتا المنظر جميل زاين، هذا خزان الماء تيفرق الماء على المدن. عقبة يا ولدي، شنو عقبة؟ إذا حنا غاديين دينا كندخلو للمدينة. توقفت شوية على نرجع على النفس ديالي، لأن العقبة هادي شوية قاصحة. غادي نشوف البلاصة كيفاش نطلع باش منبقاش رانا نطول في الطريق. نمشيو من هاد العقيدة الصغيرة حتى هي، نشوف واش فعلا طلعنا الحمد لله. إذا رحلتنا تستمر، الجولة ديالنا حنا غاديين نكملوها بإذن الله بسلام وفي ظروف حسنة إن شاء الله، كما اشتهينا كما تمنينا. احنا خرجنا الآن من الغابة وندخلوا للضجيج والصداع والمشاكل ديال المدينة. أول ما كتشوف كتبان لك شركة أو مصنع، لا حبلاش غيكون مصنع خاص به، ولكن ما تنساش بان راه تيوجدوا كل شيء، السقايه اخرى ديال باش تشرب الماء. لان من بعد ما تطلع من هاد الطبيعه وهاد العقبه اللي كاينه، اول حاجه غادي تكون انت محتاج له هو شرب الماء. حتى الماء ديال الكلاب حتى هو موجود، ديال
ديال الكلاب، ثم هذا ديال البشر. نسيت شرب لي مع راسك، بقى شويه سخونه خليوها شويه تبرد وراه حالك. الله الله، اذا غادي ندو على طرف الله نشربو. الحقيقة كنت عطشان مشتاق للماء، الحمد لله على رزق ربي تعالى، الله العظيم إلا ما حيدنا على عطش هذه الصراحة، الحمد لله.